نزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها. النهاردة هنتكلم على الدرس الثاني في أو الدرس الأول، يعتبر الدرس الأول من دروس الجبر في الترم الأول. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا على مراجعة على الحاجات اللي احنا خدناها في الصف الأول الإعدادي. النهاردة بقى هنتكلم على بداية المنهج في الصف الثاني الإعدادي. فأنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الجذر التكعيبي للعدد النسبي. الجذر التكعيبي للعدد النسبي. طيب يعني ايه العدد الجذر التكعيبي؟ تعالوا ناخد مثال بسيط كده. فلو انا مثلا عندي ضربت عدد في نفسه 3 مرات، وناخد العدد مثلا كام؟ 3. يبقى 3 في 3 في 3 اهو في 3 ضربتها كم مره؟ 3 مرات. طيب 3 في 3 ب 9، 9 في 3 ب 7 وكام؟ 20. يبقى نقوله ال 27 دي. 27 ديت خلاص لها جذر تكعيبي. سامي هنا نقوله في الحاله دهيت نقول ايه؟ ان الجذر التكعيبي، وده الرمز بتاعه 3 كده جذر فوق 3. الجذر التكعيبي لل 27 هو مين؟ هو الايه؟ ال 3. يبقى في الحاله دهيت نشوفه العدد تحت الجذر التكعيبي، لو لقيته ينضرب في نفسه عدد ينضرب في نفسه 3 مرات يبقى ده هو الجذر التكعيبي بتاع الايه؟ العدد. ماشي. يبقى نقوله الجذر التكعيبي لل 27 عباره عن 3. ليه؟ لان ال 3 ديت عباره عن 3 في 3 في 3، 3 في 3 في 3، 3 في 3 ب 9، 9 في 3 ب 27. يبقى نقوله ال 27 الجذر التكعيبي بتاعها كام؟ 3. طيب تعالى نعرف بقى مع بعض، نشوف ايه بقى تعريف. التعريف بيقول لي ان الجذر التربيعي التكعيبي، المفروض هنا الجذر هنا الايه؟ التكعيبي. خلاص هنا الجذر الايه؟ التكعيبي. العدد النسبي ألف هو العدد الذي مكعبه يساوي ألف، ويرمز له بالايه؟ بالرمز الجذر وبعد كده الثلاثة، يبقى الجذر التكعيبي. والجذر التكعيبي له قيمة واحدة. الجذر التكعيبي له قيمة واحدة. فاكر انت ساعة ما قلنا الجذر التربيعي بيبقى ليه قيمتين، خلاص، انما الجذر التربيعي ليه قيمة واحدة، يعني ممكن تكون موجب او سالب، ممكن تكون موجب او سالب، انما الجذر التربيعي بيبقى ممكن يكون ليه قيمتين، الموجب والسالب، الموجب والايه؟ والسالب. طيب تعالى احنا عرفنا الجذر الايه؟ التكعيبي. يبقى تعريف الجذر التكعيبي كمان مرة، هو العدد النسبي ألف الذي إذا الذي مكعبه، لو احنا كعبناه يساوي ألف، خلاص، ونرمز له بالرمز الايه؟ بالرمز اللي انت شايفه قدامك. طيب زي ما قلنا لو انا ضربت ال 3 في نفس 3 مرات يديني 27. 27 ديت لها جذر بنسميه جذر تكعيبي بكام؟ بال 3. طيب امثله على الجذر الايه؟ التكعيبي للعدد النسبي معايا. يبقى لما نقول الجذر التكعيبي للعدد 8، الجذر التكعيبي لل 8 هو ال 2. ليه؟ لان ال 2 في 2 في 2 بيديني 8، فبالتالي ال 8 الجذر التكعيبي بتاعها بكام؟ ب 2. لاحظ هنا ان العدد تحت الجذر ايه؟ موجب. والجذر التكعيبي طالع بكام؟ بكام؟ بايه؟ بموجب برضه. طيب تعال نشوف العدد اللي بعده. الجذر التكعيبي للالف، يبقى الالف ديت عباره عن حاصل ضرب عدد نفسه 3 مرات، يبقى 10 في 10 في 10. اذا الجذر التكعيبي للالف يديني كام؟ 10. برضه لاحظ معايا ان الالف ديت موجبه، خلاص، يبقى العدد الجذر التكعيبي بتاع الالف يديني عدد موجب برضه اللي هو 10. طب لاحظ معايا الجذر التكعيبي لسالب 512، سالب 500 وكام؟ 12، بيطلع بسالب 8. العدد تحت الجذر التكعيبي ايه؟ سالب. يبقى الجذر التكعيبي بيطلع برضه بالايه؟ بالسالب. ليه؟ لان سالب 8 في سالب 8 في سالب 8 لو احنا ضربناها باستخدام الاله الحاسبه او ضربناها عادي هتطلع بكام؟ بسالب 500 وكام؟ و12. يبقى اذا الجذر التكعيبي للعدد بيكون على حسب العدد ذات نفسه. لو العدد تحت الجذر عدد موجب، خلاص،
يبقى الجذر التكعيبي يطلع بموجب. لو العدد تحت الجذر التكعيبي سالب سالب، يبقى الجذر التكعيبي بتاعه بيطلع بالايه؟ بايه؟ بالسالب. كويس. يبقى هنا بنقول اي ان الجذر التكعيبي لعدد نسبي ما هو حاصل ضرب عدد في نفسه كم مره؟ 3 مرات، ويكون الناتج هو هذا العدد الايه؟ النسبي. ماشي. طيب هناخد حاجه اسمها ملاحظات هامه. اول ملاحظه بتقول لي ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي الموجب يكون موجب، احنا قلناها قبل كده، وقلنا مثلا ايه على سبيل المثال لو احنا حبينا نجيب الجذر التكعيبي لمين؟ للكام؟ ل مثلا 125، الجذر التكعيبي ل 105 وكام؟ 20. لاحظ ان الجذر العدد اللي تحت الجذر ايه؟ موجب. فعايز نجيب الجذر التكعيبي. يعني ايه الجذر التكعيبي؟ زي ما اتفقنا يعني نشوف ايه اللي انضرب في نفسه 3 مرات يديني 125، هلاقيها الخمسه. يبقى الجذر التكعيبي ل 125 يديني كام؟ الايه؟ الخمسه. طيب الحاجه الثانيه ان الجذر التكعيبي لمين؟ للعدد النسبي السالب يكون سالب. زي ايه مثلا؟ لو احنا قلنا مثلا الجذر التكعيبي لمين بقى مع بعض كده؟ لسالب 8. لسالب مين؟ 8. طيب لاحظ ان العدد تحت الجذر التكعيبي سالب، يبقى لابد الجذر بتاعه بيطلع بالسالب. يبقى سالب 8 ايه اللي انضرب في نفسه 3 مرات يديني سالب؟ سالب 8. يبقى سالب 2 في سالب 2 في سالب 2. اذا الجذر التكعيبي لسالب 8 هو سالب كام؟ سالب ايه؟ 2. هنلاحظ ان هنا العدد ده سالب خلاص اللي تحت الجذر، والجذر بتاعه طلع بالايه؟ بالسالب. يبقى هنا اي ان الجذر التكعيبي ياخذ نفس الشرط العدد، نفس الشرط العدد اللي هو تحت الايه؟ الجذر. تالت حاجه بقى ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي صفر هو الصفر، هو الايه؟ الصفر. طيب لو احنا قلنا الجذر التكعيبي لالف اس 3، الف اس كام؟ 3، بيطلع بالايه؟ بالالف، يطلع بالايه؟ بالالف. خلاص. والالف ده طبعا عدد، بيكون عدد عندي. الحاجه الثانيه ان الجذر التكعيبي لسالب الف اس 3، سالب الف اس كام؟ 3، بيطلع بسالب مين؟ بسالب ايه؟ الف. لان التكعيب لا يغير اشاره السالب، التكعيب هنا لا يغير اشاره الايه؟ السالب. طب ثاني حاجه بقى والخامس حاجه هنقولها ان المعادله التي على صوره سين اس ايه 3 بتساوي الف. خلاص. طب المعادله زي دي عايز نحلها، بيقول لي لها حل وحيد بس، انما في المعادله التربيعيه بيكون لها حلين. خد بالك دي كويس جدا. يبقى لما يكون عندي معادله تربيعيه سين اس 2 بتساوي الف مثلا، لابد ان يكون لها حلين، واحد بالموجب والتاني بالسالب. اما في حاله الجذر التكعيبي، في حاله الجذر التكعيبي لابد ان يكون لها حاجه واحده بس، الموجب او السالب على حسب العدد. لو العدد ده سالب يبقى الجذر التكعيبي بيطلع بالسالب، لو العدد ده بالموجب يبقى الجذر التكعيبي بيطلع بالايه؟ بالموجب. بعد هنا بيقول لي للتخلص من التكعيب، لو احنا عندنا تكعيب وعايز نتخلص منه بناخد الجذر التكعيبي للطرفين، بنبتدي ناخد الجذر التكعيبي للطرفين. والتخلص من الجذر التكعيبي خلاص يجب ان تكعب الطرفين، وذلك في حل المعادله. طبعا الكلام ده هنشوفه واحنا بنحل الايه؟ المعادلات. المعادلات الدرجة الثانية خلاص في نون. يبقى ازاي نحل المعادلات الدرجة لما يكون عندنا معادلة من الدرجة الثالثة في نون؟ يبقى اسمها المعادلات الايه؟ التكعيبية. مثال بيقول لي اوجد مجموعة حل كل المعادلات الاتية في نون. في نون يعني في الاعداد النسبية. لما يقول لي نون يبقى الاعداد الايه؟ النسبية. اول معادلة بتقابلني اللي هي س اس 3 سالب 12 بتساوي كام؟ بتساوي ايه؟ ال 15. طيب اول حاجه عشان نحل المعادله زي ديت بنيجي على الحد المطلق، اللي هو الحد المطلق، ونغطيه هناك مع تغيير الاشاره. يبقى س اس 3 بتساوي 15 زائد ال 12. يبقى س اس 3 بتساوي 15 زائد ال 12. طيب يبقى نقول س اس 3 بتساوي ايه؟ 27. كده اصبح عندي في الطرف ده ايه اللي هو س اس 3. يبقى اس 3، الاس كام؟ 3. طيب علشان نضيع الاس 3 بنعمل ايه؟ بناخد الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخده الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى هنا باخذ الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى هنا نقوله باخذ الايه؟ الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى لازم ناخد الجذر التكعيبي للايه؟ للطرفين. طيب لما بناخد الجذر التكعيبي لس اس 3 تديني س. طيب وبعد كده نقول الجذر التكعيبي ل 27، الجذر التكعيبي ل 27
طيب جاز التكعيب 27، خلاص احنا اتعودنا اهو، هنحفظها ونعرفها. يبقى جاز التكعيب 27 عباره عن كام؟ 3. يبقى السين بتساوي كام؟ 3. في هذه الحاله بنقول ان مجموعه الحل بتاعت المعادله في هذه الحاله بتطلع ب3. ما نقولش بقى موجب او سالب 3، لا بنقوله العدد اللي بيطلع. لو سين طلعت الموجبه نقوله موجب 3، لو سين تطلع بسالب 3 مثلا نقوله ايه؟ بسالب 3. يبقى هنا طلعت سين بكام؟ ب3. يبقى مجموعه الحل بتدينا كام؟ مجموعه الايه؟ ال3. طيب يلا بينا برضه نكمل. بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلة اللي هي 5 س أس 3 زائد 13 بتساوي 8. طبعا ديت معادلة من الدرجة الثالثة. ماشي، معادلة من الدرجة الايه دلوقتي؟ الثالثة. فانا دلوقتي عايز نجيب مجموعة حلها. قدامي ثلاث حاجات لازم نعملها: حد مطلق، معامل السين، الجذر الايه الأس اللي هو تكعيبي، أس تكعيبي. وناخدهم بالترتيب كده واحنا بنحل المعادلات التكعيبية أو التربيعية، بناخدهم بالترتيب. أول حاجة نتخلص من الحد المطلق، بنوديه هناك مع تغيير الإشارة. 2، نتخلص من معامل السين بالقسم عليه. 3، لو كان عندي جذر تكعيبي بناخد الإيه؟ بناخد، لو كان عندنا تكعيب أس 3 يعني بناخد الجذر التكعيبي، لو عندنا تربيع خلاص سين أس 2 يعني بناخد الجذر الإيه؟ التربيعي، وهي نفس الخطوات. طب يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة بنعمل إيه؟ بنيجي على العدد اللي هو قدامنا ده ونوديه هناك مع تغيير الإيه؟ الإشارة. طب يلا نوديه هناك مع تغيير الإشارة، بنقوله 5 س أس 3 بتساوي 8 سالب 13. 8 سالب كام هنا؟ سالب 13. طيب 8 سالب كام؟ 13. يبقى 5 س تربيع بتساوي 8 ناقص 13 يديني سالب 5. يديني هنا كام؟ سالب كام؟ سالب 5. القسم على الخمسة، القسم على مين؟ على الخمسة. يبقى إذا هنا لو قسمنا على الخمسة هيدينا كام؟ هيدينا سالب 1. يبقى س أس 3 بتساوي سالب 1. يبقى نقول س بتساوي الجذر التكعيبي لسالب 1. الجذر التكعيبي لمين هنا؟ لسالب إيه؟ سالب 1. إذا الس تطلع بكام؟ لو خدنا الجذر التكعيبي سالب 1 يبقى سالب 1 في سالب 1 في سالب 1، يبقى الناتج يطلع لنا بكام؟ بسالب إيه؟ بسالب 1. يبقى اذا مجموعه الحل في هذه الحاله بتطلع لي بكام؟ بسالب ايه؟ بسالب 1. يبقى مجموعه الحل تطلع لنا بسالب ايه؟ بسالب الايه؟ الواحد. بيقول لي هنا اوجد مجموعه الحل في ايه؟ في نون برضو. المعادله بتقول لي كام؟ 1 على 4 س اس 3 موجب 9 بتساوي كام؟ بتساوي الايه؟ 7. طب تعالى نشوف ازاي نحل هذه الايه؟ المعادله. تعالى بقى ناخد اول خطوه، احنا اتفقنا بنتعامل معاها ازاي. باول حاجه بنيجي على الحد اللي هو ده، الحد المطلق، ونوديه هناك مع تغيير الاشاره خلاص، او باضافه سالب 9 للطرفين. طبعا هنا الاسهل احنا بنقوله بناخد التسعه ديت مع تغيير الاشاره الناحيه الثانيه. يبقى نقول 1 على 4 س اس 3، 1 على 4 س اس 3 بتساوي 7 ناقص 9. 7 ناقص كام؟ 9. اذا يبقى 1 على 4 س اس 3 بتساوي 7 سالب 9 اديني سالب كام؟ 2. 7 سالب 9 اديني سالب 2. طيب بعد كده انا 1 على 4 عايز اتخلص منها، يبقى بتضرب في المعكوس الضريبي بتاعها، يبقى بنضرب في 4. الطرفين نضربهم في كام؟ في 4. لما نضرب في 4 يبقى ال 4 في ربع ب1، يبقى الواحد راح. ونضرب سالب 2 في 4 يديني سالب كام؟ سالب 8. يبقى نقوله ال 4 في ربع يديني كام؟ 1. يعني س اس كام؟ اس 3. ونضرب سالب 2 في 4 يديني سالب 8، يديني سالب كام؟ 8. بعد كده نقول له ايه؟ س اس 3 اهيت اهي. طب انا عايز نتخلص من الاس 3، نعمل ايه؟ خد الجذر التكعيبي للطرفين، خد الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى الجذر التكعيبي لس اس 3 هي س. خد الجذر التكعيبي لس لمين؟ لسالب 8. يبقى الجذر التكعيبي لسالب 8 يديني سالب ايه؟ 2. يبقى س بتطلع بكام هنا؟ بسالب 2. يبقى خلاص كده اول حاجه وصلنا، اول ما نوصل لس بتساوي رقم يبقى هو ده مجموعه الحل بتاعتي اللي انا عايزها. يبقى نقول اذا مجموعه الحل هنا الس بتطلع بسالب ايه؟ 2. يبقى س تطلع لنا بسالب كام؟ سالب 2. طيب احنا لسه برضه في حل المعادلات. طبعا موضوع حل المعادلات ده مهم جدا، طبعا مفيش امتحان هيخلو منه في الايه، يعني مفيش ايه الامتحانات لابد يجي منها حل المعادله، لازم يكون عندك فكره تامه ازاي تحل المعادلات، فركز في هذا الموضوع كويس جدا. بيقول لي اوجد مجموعه حل كل المعادلات التي في نون. المعادله بتقول لي ايه؟ السؤال رقم 4، 1 ناقص 2 س كل ده القوس كله اس 3 بتساوي 125. يبقى نقول 1 ناقص 2 الكل اس 3
هتساوي 125. طيب هنعمل ايه بقى هنا في الحاله ديت؟ نقول له باخذ الجذر التكعيبي للطرفين. ليه؟ علشان هنا في هنا ايه اس 3، لما ناخد الجذر التكعيبي للطرفين الاس 3 بيروح، وناخد الجذر التكعيبي ل 125، يبقى نقول له ايه بقى دلوقتي؟ يبقى نقول خلاص لما بناخد الجذر التكعيبي هنا خلاص بنحول الجذر هنا عندنا، يعني هتتحول تبقى شكلها ايه؟ يبقى كانك بتقول 1 1 ناقص 2 س 2 ايه؟ س هتساوي خلاص الجذر التكعيبي لل 125، الجذر التكعيبي لك ل 125 اهي. طيب 1 ناقص 2 زي ما هي، 1 ناقص 2 س زي ما هي، خد الجذر التكعيبي ل 125 اديني 5. خلاص كده اصبحت معادله بسيطه. يلا نحل بقى، بناخد الواحد هناك مع تغيير الاشاره، الواحد هنا بنوديه مع تغيير الايه الاشاره، هتبقى لي سالب 2 س بتساوي 5 سالب 1، يبقى سالب 2 س بتساوي 5 والواحد ده نوديه هناك مع تغيير الاشاره يبقى ناقص الواحد. سالب 2 س بتساوي كام؟ بتساوي 4، لان هنطرحه اديني كام؟ 4، يبقى سالب 2 س بتساوي كام؟ ال 4، سالب 2 س بتساوي 4. طيب اقسم على معامل السين بالقسم على معامل السين اللي هو سالب 2، يبقى القسم على سالب 2 اللي هو معامل السين ايه؟ س. يبقى اذا السين بتساوي سالب كام؟ 2. لما بنقسم على معامل السين اللي هو سالب 2 هيدينا بالقسم هنا وهنا، اذا في هذه الحاله السين بتساوي سالب 2، يبقى سين هنا قيمه. خلاص خلاص، يبقى اول ما اوصل للسين بتساوي حاجه يبقى ده هو مجموعه الحل. اذا مجموعه الحل بتاعت المعادله اللي قدامك ديت بتساوي سالب 2. طبعا مساله جميله جدا، ويا ريت ايه تراجعها اكتر من مره علشان هي مساله سهله وايه وبسيطه. السؤال بيقول لي اوجد مجموعه الحل للمعادله برضه ديت اللي هي عباره عن الجذر التكعيبي للسين بتساوي سالب الجذر التربيعي للاربعه، سالب الجذر التربيعي الكامل ايه للاربعه. طبعا هنا مساله زي ديت فيها جذر تكعيبي خلاص وفيها جذر تربيعي. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا اول حاجه بنعملها بنشوف العدد اللي تحت الجذر التربيعي ده ممكن ليه جذر ولا لا، يعني الاربعه لها جذر تربيعي ولا من لها جذر تربيعي، يبقى ناخد الجذر التربيعي بتاعها. يعني ايه؟ يعني نقوله الجذر التكعيبي للسين هنخليها زي ما هي. طيب السالب بره، بره الجذر. طب هات الجذر التربيعي للاربعه، الاربعه لها جذر تربيعي، الجذر التربيعي بتاعها كام؟ 2. يبقى الاربعه جذر التربيعي للاربعه يطلع لي بكام هنا؟ بايه؟ ب2. طيب الخطوه اللي بعد كده في هنا ايه؟ في جذر تكعيبي وعايز نتخلص منه. ازاي نتخلص من جذر تكعيبي؟ نقوله بايه؟ بتكعيب الطرفين. بتكعيب مين؟ الطرفين. لو انا كعبت الطرفين يديني ايه الحل؟ يبقى ايه؟ نقوله بتكعيب الطرفين. يبقى هنا نكعب الطرف ده ونكعب الطرف ده، يبقى ده يبقى الجذر التكعيبي للسين كل اس 3 بيساوي سالب 2 لكل اس 3. يبقى انا عملت ايه الخطوه ديت؟ ان انا كعبت الطرفين، كعبنا الطرفين. طيب وبعدين؟ تعال نكمل. لما بنكعب الحاجه اللي فيها جذر تكعيبي، الجذر التكعيبي ده مع التكعيب، الجذر التكعيبي يروح مع التكعيب، هتبقى لنا ايه؟ السين. يبقى لنا سين. طب سالب 2 اضربها في نفسها 3 مرات، يبقى سالب 2 في سالب 2 في سالب 2 يديني سالب 8. يبقى س تطلع بكام عندك؟ بسالب 8. طالما س تطلع بسالب 8 يبقى ما هي دي مجموعه الحل. اذا مجموعه الحل بتاعه المعادله اللي قدامنا اللي فوق ديت هي عباره عن سالب كام؟ عن سالب 8. مساله جميله جدا وريت تراجعها كذا مره، لان احنا قلنا المسائل ديت مهمه مهمه جدا. تعالى برضو نشوف ازاي نحل المعادله اللي بعد كده. المعادله كده بتقول لك ايه؟ عايز مني 5 س سالب 2 الكل اس 3، يبقى القوس كله اس 3 موجب 10 بتساوي كام؟ بتساوي 8. موجب ال 10 بتساوي كام هنا؟ يساوي 18. طبعا تعالوا بقى ناخدوها خطوه خطوه كده مع بعض، مساله برضو المسائل المهمه. اول حاجه عندي مين؟ عندي العدد ده، شايف العدد اللي هو موجب 10 ده؟ ده لازم نتخلص منه الاول. طب نتخلص منه ازاي؟ لازم نوديه هناك مع تغيير اشارته، يبقى لازم نتخلص منه من الطرف الايمن ونوديه الطرف الايه؟ الايسر. لما نوديه الطرف الثاني هنغير اشارته صح؟ يبقى هيتبقى لنا ايه دلوقتي؟ هتبقى لنا 5 س سالب 2 الكل اس 3 زي ما هي، زي ما هي. وبعدين نقوله 18 ناقص كام؟ 10. 18 ناقص الكام؟ ال 10. 18 ناقص ال 10 تديني 8، يبقى هتبقى لنا 5 س سالب 2 الكل اس 3 بتساوي بتساوي 8. يبقى نقوله 5 س سالب 2 الكل اس 3 بتساوي 8. طب انا عندي ايه هنا؟ تكعيب. ايه اللي بيضيع التكعيب؟ خد الجذر التكعيبي للطرفين. يبقى علشان اضيع
نضيع التكعيب لو عندي حاجة مكعبة، خلاص مكعبة أو ثلاثة يعني، وعايز نضيع نشيل التكعيب منها، يبقى ناخد الجزء التكعيبي للإيه؟ للطرفين. لما بناخد الجزء التكعيبي للطرفين معناها إن التكعيب خلاص انشال من هنا، أس ثلاثة انشالت، بس هيجي هنا جذر إيه؟ تكعيبي. يبقى نقوله، هتبقى لنا نقوله 5 س سالب 2 تساوي الجذر التكعيبي للثمانية. يبقى في خطوة هنا ممكن نكتبها اللي هي 5 س، كويس، 5 إيه؟ س ناقص 2 هتساوي الجذر التكعيبي للثمانية. الجذر التكعيبي لمين هنا؟ للإيه؟ للثمانية. طيب خد الجذر التكعيبي للثمانية، الثمانية الجذر التكعيبي بتاعها كام؟ اتنين. يبقى نقوله 5 س ناقص 2 بتساوي كام؟ 2. طيب وبعدين خد الاتنين دي وديها هناك مع تغيير الإشارة. المعادلة دي ما فيهاش لا تربيع ولا تكعيب، خلاص أهو. يبقى نتعامل معاها معادلة عادية جدا كأنها إيه؟ بسيطة. يبقى نقوله 5 س بتساوي 2 زائد 2. يبقى 5 س بتساوي 2 زائد 2، يعني 5 س بتساوي 4. 5 س بتساوي كام؟ الأربعة. طب نعمل ايه عشان نتخلص من الخمسه ديت اللي هو معامل السين؟ يبقى دايما المعامل بنقسم عليه، عشان نتخلص من معامل عدد بنقسم عليه. يبقى نقوله خم بالقسم على الكام؟ على الخمسه. يبقى نقوله س تساوي 4 على الخمس. س تساوي 4 على الكام؟ على الخمسه. يبقى لما نلاقي س تطلع بقيمه يبقى دي مجموعه الحل. اذا مجموعه الحل بتساوي 5 4 على الخمس. مجموعه الحل 4 على الكام؟ على الايه؟ الخمسه. طب هنا بيقول لي اجب بنفسك، طبعا المسائل دي هنسيبها لك انت تجاوب عليها، خلاص. اوجد مجموعه الحل لكل المعادلات الاتيه. المعادله الاولانيه بتقول لي س اس 3 زائد 13 بتساوي 12. س اس 3 زائد 13 بتساوي 12، دي معادله بسيطه سهله جدا. خلاص بنودي العدد ده هناك مع تغيير الاشاره، وبعد كده بناخد الايه؟ الجذر التكعيبي للطرفين. طيب هنا بيقول لي ايه المعادله الثانيه؟ 2 س ناقص الواحد بس الكل اس 3 ناقص 18 بتساوي ال 20. طبعا هنا بنعمل ايه عشان نحل المعادله زي ديت؟ بناخد العدد ده نوديه لك مع تغيير الاشاره، هنجمعه مع ال 20. بعد كده بناخده ايه بقى دلوقتي عشان نضيع التكعيب ده؟ خد الجذر التكعيبي للطرفين. خد الجذر التكعيبي للايه؟ للطرفين. المساله دي برضو مشابهه لها وبسيطه شويه زيها، خلاص. هناخد الجذر التكعيبي للطرفين على طول. يبقى المساله ديت بناخد الجذر التكعيبي للايه؟ للطرفين. المساله زي دي بقى بنعمل ايه بقى؟ هندخل سينوس 3 جوه ونطلع سالب 5 بره مع تغيير اشاره كل واحده منها ونحل المعادلات. ده الواجب بتاعك في ايه؟ في البيت. ده ملاحظه مهمه جدا ولازم تكون عارفها وانت شغال برضو في حل المعادلات التكعيبيه، معادلات الايه؟ التكعيبيه. حجم المكعب بيساوي طول حرفه في نفسه في نفسه، يعني لين اس 3. هنا بيديني المساله دي ويطلب مني ايه؟ بيطلب مني، عايز مني طول الحرف او طول ضلع المكعب. بيقول لي هات لي طول ضلع المكعب او طول حرفه، ويديني الحجم. فلما بيديني الحجم يبقى لازم ناخد الجذر التكعيبي للحجم يديني طول الضلع. مهم جدا. يبقى هنا لما بيدينا الحجم ويطلب طول الحرف او طول الضلع، بناخد الجذر التكعيبي بتاع الحجم ده يديني طول الايه؟ الضلع. يبقى انا على طول دي مهمه جدا. طيب حجم الكرة عايزك تكون حافظها برضو، دي هناخدها بالتفصيل بعد كده. حجم الكرة بيساوي 4 على 3 باي نق تكعيب. باي نق ايه؟ تكعيب. بيدينا مسألة برضو ويدينا الحجم بتاع الكرة ويطلب مني نص القطر، نص الايه؟ القطر. يبقى لازم هنا برضو هناخد الجذر الايه؟ التكعيبي. يبقى هنا في المسألة برضو زي ديت بناخد الجذر التكعيبي علشان نجيب ايه؟ علشان نجيب نص قطر الايه؟ الكرة. طيب تعالى ناخد مثال ونشوف ازاي نتعامل معاه. مثال بيقول لي مكعب حجمه، يبقى اعطيني حجم مين هنا؟ حجم المكعب اللي هو 512 على 27 سنتيمتر مكعب. عايز مني ايه؟ اوجد طول حرف المكعب او اوجد طول ضلع الايه؟ المكعب ده. طيب احنا قلنا طالما اعطينا الحجم بتاع المكعب يبقى بناخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى ناخد الجذر التكعيبي للايه؟ للطرفين. طيب يبقى اذا طول الحرف، طول الحرف يبقى حجم المكعب بيساوي لام تكعيب. يبقى انا عايز نجيب مين؟ عايز نجيب طول الحرف بس. يبقى طول حرف المكعب بيساوي الجذر التكعيبي للحجم. طب الحجم كام؟ 512 على 27. يبقى ناخد الجذر التكعيبي للعدد ده، الجذر التكعيبي ل 512 على 27. طبعا ده ممكن نستخدم فيه الآلة الحاسبه، نستخدم فيه الآلة الحاسبه. طبعا الآلة الحاسبه العلميه فيها على طول بتعمل ايه انت دلوقتي؟ تتك على شيفت وبعد كده الجذر التكعيبي عندك، وبعد كده تكتب الرقم اللي قدامك اللي هو ده، هيطلع لك في الآلة الحاسبة 8 على 3. يبقى هنا طول حرف المكعب
هيساوي 8 على 3. ليه؟ لأن 512 جذرها تكعيبي 8، وال 27 الجذر التكعيبي بتاعها كام؟ 3. يبقى إذا طول الحرف بيساوي 8 على 3 سنتيمتر. سنتي إيه؟ سنتيمتر. طيب المثال اللي بعد كده بيقول لي كرة حجمها، أعطيني حجم كرة كام؟ 38808 808 سنتيمتر مكعب. يبقى أعطينا سنتيمتر مكعب حجم الكرة. أوجد طول نص قطر الكرة. أوجد طول نص قطر الإيه؟ الكرة. حيث باي بيساوي 22 على 7. حيث باي بيساوي 22 على الإيه؟ السبعة. طبعا احنا عارفين ان حجم الكرة اللي استخدمها وقلت لك لازم تحفظها، حجم الكرة بيساوي 4 على 3 باي نق تكعيب. باي نق ايه؟ تكعيب. طب يلا نعوض، نعوض عن حاجة كل قيمة بقيمتها. حجم الكرة وعطهولي بكام؟ ب 38808 بيساوي 4 على 3، ده ثابت بنحطه. باي قال لي في المسألة بيساوي 22 على 7، يبقى نعوض عن باي بكام؟ ب 22 على ايه؟ على السبعة. خلاص مضروب في نق تكعيب. في نق ايه؟ تكعيب. خلي بالك هنا في نق ايه؟ تكعيب. طالما في تكعيب يبقى بناخد، عايز نق بس اللي هو نص القطر، يبقى لازم ناخد الجذر التكعيبي. بس لازم الاول ايه؟ نظبط ده شويه. طب يلا نظبطه. بنقوله ايه؟ نقوله كام الرقم اللي عندي اللي هو 38803 يساوي اضرب ال 4 في 22 ب 88، 3 في 7 ب 1 وايه؟ و20. ب 1 وكام؟ وايه؟ و20. يبقى هنا واحد وكام ده؟ واحد وايه؟ و20 نق تكعيب. طيب بالضرب في كام بقى؟ بالضرب في 21 على الكام؟ على ال 88. بالضرب في 21 على 8 وكام؟ وايه؟ و80. اذا النق تكعيب بقى تطلع لي 9000 كام؟ 9261. يبقى نق تكعيب تطلع ب 9201 وايه؟ و60. نرجع نجيب الجذر التكعيبي لهذا الرقم المحترم، شايفه؟ يبقى نقوله الجذر التكعيبي لهذا الرقم يطلع بكام؟ يبقى نقوله نق بس بتساوي الجذر التكعيبي لمين؟ ل 9261. خد الجذر التكعيبي استخدام الآلة الحاسبة، يبقى نق بيطلع لك ب 21. نق بيطلع لك بكام؟ 21. يبقى نص قطر الكرة في هذه الحالة هيطلع بكام؟ ب 21 سنتيمتر. Thank you.